السلام عليكم. موقع اسمه Will Robot Take My Job؟ هل الإنسان الآلي هياخد الوظيفة بتاعتي ولا لأ؟ طب تعال نشوف، هو فعلا الموضوع مقلق. تعال مثلا نكتب Civil Structure Engineer، فبيبدأ بقى يشوف الحاجات اللي موجودة. تقدر تختار مثلا Civil Engineer، تمام. الـ Automation Risk قد إيه؟ 9%. لو الحاجة فيها Automation كتير فده معناها ان كده ممكن الانسان الالي يحل محلك. يعني لو انت بتعمل حاجات مش محتاجه ذكاء، تمام، في بعض المهام مش محتاجه خبره، مش محتاجه تركيز، زي مثلا اللي بيقطع مثلا التذاكر، فده ممكن تجيب مكنه تقطع هي التذاكر. في واحد مثلا كل بيعملوا حاجه تلقائيه مش محتاجه تفكير، فده بيرشحه ان الذكاء الصناعي يتولى الموضوع دوت. فهل ممكن الذكاء الصناعي في فترة من فترات نلاقيه مثلا بدأ ياخد مثلا هو اللي يبقى المحامي، او هو الـ HR، او هو المحاسب، او هو الميكانيكال انجينير، جرافيك ديزاين، تمام؟ فهو بقى بيبدأ يقول لك كل واحدة فيهم ايه الاحتمالات ان الذكاء الصناعي هو اللي بينمو، بحيث ان هو بيشكل خطر على المهنة ديت. يعني المحاسب مثلا فيه جزء كبير جدا اوتوميشن، وهكذا ميكانيكال انجينير، الجرافيك ديزاين. جرب الموقع دوت وشوف الوظيفة بتاعتك ايه احتمال ان الذكاء الصناعي هو اللي سيطر عليها، وطور نفسك دايما.